اهلا وسهلا ومرحبا بكم حبيباتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كما كتشوفوا اليوم درت معكم فطور تركي، ومن طبيعة الحال فطور تركي ضروري من الخبز. هما عندهم مشهور باسم خبز سميت، يعني كيجي غزال وكيجي مقرمش والشكل ديالو روعه. المهم ندوزو المقادير مباشره. غنحتاجو هنايا 3 الكيسان ونص ديال الدقيق، كاس الحليب الدافي، 1/4 كاس ديال الزيت، ومعلقه كبيره ديال الزبده، بيضه، وجوج معالق كبار ديال الخميره ديال الخبز، وجوج معالق كبار ديال سكر حبيبات، وملح. وهنايا عندي جوج ديال معالق كبار ديال يوغورت، اولا ممكن ما تستغناو عليهم. المهم اول حاجه غادي نضيف المكونات الجافه، الخميره مع شويه ديال الملح والسكر والدقيق، وغنحرك كل شيء مع الزيت، ومن بعد عاد نضيف باقي المكونات. المهم خليكم مع الوصفه حتى الاخير باش تشوفوا يعني مرحله بمرحله، ما تفوتكم حتى شي حاجه. المهم هذا الخبز هذا كما قلت لكم كيجي هشيش بزاف، الا جربتوه ما غاديش تبقاو تستغناو عليه، ومن برا كيجي مقرمش. هما كيديروه في يعني في الزنجلان، كيغطسوه في الحليب وكيديروه كيلوي في الزنجلان، ولكن انا اليوم غادي نديرو غير غادي ندهنو شويه بالحليب وغنديرو فوقو داك يعني اي حاجه عندكم، يا اما داك انا ما غاديش ندير الزنجلان، غندير حبوب اخرى. المهم غادي نخلط دابا هاد المقادير هذا اللي ضفت في الاول. ضفت داك البيضه، دابا غنضيف هاد جوج معالق كبار ديال ياغورت طبيعي. هاد الياغورت كيعطيها رطوبيه للعجينه، فكتجي رطبه بزاف يعني في هاد السميت هذا. صافي، ومن بعد غنضيف داك الكاس ديال الحليب، غنضيفو تدريجيا حتى كتجمع لنا العجينه، ومن بعد عاد نضيف داك معلقه ديال الزبده في الاخير ونخليها كتعجن مزيان. صافي، هي العجينه كتجي شويه رطبه، انتما تشوفوا في الاخر كيفاش كتجي. صافي، العجينه وجدات كما كتشوفوا كتجي شويه كتلصق في اليدين. صافي، غادي نحيدها من هذا وندير لها شويه ديال الزيت ندهنها ونخليها كتخمر واحد ربع ساعه ولا ما كاملاش. دابا مع الحال سخون يعني دغيا غادي تخمر، ومن بعد عاد غادي ندوز باش نشكلها. Thank you.
خليت العجينه تخمر ودست مباشره باش غادي نوجد هما هاد الاكله هذه عندهم مشهوره حتى هي في تركيا. كيديروا البيض مع بحال التكتوكه، يعني كيديروا التكتوكه الفلفله مطيشه والثومه والربيع، يعني التكتوكه ديالنا اللي كنديروا، وكيضيفوا لها هما البيض من الفوق، يعني ضروري عندهم في الصباح. فدابا انا غادي نقطع هاد الخضر هادو نديرهم حتى انا، يعني تقلاو ويتشحروا في المقله، ومن بعد باش بيد ما يوجد ليا الخبز غادي ندوز نشكلو، اولا بيد ما يوجد ليا العجينه غندوز نشكلها. المهم خليكم على فيديو حتى الاخر. صافي دابا غنبدا نشكل كويرات صغارين، وغادي يعني غنطلقهم غنلويهم شكل هكا سيكر. من بعد غادي ندير يعني بحال الضفره هكا ديال جوج صافي، وغادي ندهنهم انا بالحليب. هما في الاصل كيديروا لهم كيغطسوهم في الحليب وكيديروا لهم الجنجلان او السمسم. انا ما متوفرش عندي السمسم، فغندير ليهم غير هنا عندي شي بودور صراحه ما عرفت الاسم ديالها. المهم كاين ديك سميتها زريعه الكتان، وكاين ديك الحبه السوداء يمكن، وكاين واحد اللعيبه واحده اخرى في هذا. المهم كيجيو لذاذين في المذاق. صافي المهم كما كتشوفوا انا غادي نلويهم بحال هكا صافي، وغادي نلاقيهم غندورهم على شكل ورده صافي، غادي نلصقهم هكا باش ما يتحلوش ليا صافي، ونحطهم مباشره في هذا في اللاطه اللي غادي ندخل الفرن. فوالا بحال هكا. غادي ندير معكم الثانيه باش تشوفوا الطريقه. المهم غنكمل هكا تمثال الكميه اللي عندي، وغادي نخليهم يعني نخليهم يزيدوا يخمروا شويه، وعاد ندخلهم للفرن على درجه حراره 180 درجه.
مدة تقريبا 30 دقيقة لغاية كيوجدوا. صافي، المهم خليكم مع الفيديو. وهنا عندي زيت العود او زيت البلدية او زيت الزيتون، كتجي صراحة غزالة هكا من السماء بالزعتر او لا كتنسموها بالثومة. انا هاد الثومة هادي راه عندي مرقدة مع شوية ديال الحار مع الفلفل الحارة، فديجا يعني مرقدة في الزيت، كنضيف عليها الزيت وكنضيف عليها هاد ازير هذا، فكتجي لذيذة منها ما كان يعني هكا في لي سالاد تاكليها مع الزيتون، تخلطيها مع اي حاجة كتجي لذيذة بزاف. المهم هي هذه الطاولة ديالنا من بعد ما وجدت يعني ما قديت كل شيء. صراحة هكا هما يعني الأتراك كيعتمدوا بزاف على الخضروات في الفطور ديالهم، فكتجي طويلة منوعة وملونة، يعني كتفتح لك الشهية. المهم هو هذا آخر الفيديو، كنتمنى أن هذا الشيء يكون نال الإعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك وتبارطاجيو لا فيديو مع احبابكم وصحابكم والاصدقاء. القاكم في امان الله، والسلام عليكم.